الإعلام اللي بيقع فيها دايما، الناس قلقانة عشان كلمة ضرايب، وفي الخارج في ضريبة القيمة المضافة فعلا على الدواء وأدوات التجميل. أنا بتكلم طبعا عن ثقة، وهي كمان بتستند إنه بتتكلم على أسعار الكرتون والتغليف. مدام عفيف، أنا ما ينفعش أتجاهل الفيسبوك طالما إحنا مع الأسف بقينا بناخد معلوماتنا من الفيسبوك. يعني كل الأزمات، الإشاعات بتاعت الأخبار اللي طلعت الفترة اللي فاتت هتلاقيها طلعت من بعض مواقع إخبارية، ابتدت تنزل على الفيسبوك، الناس ابتدت تاخدها، ابتدت تنقلها لبعض، فابتدت تحصل الإشاعة، ابتدت تحصل الأزمة. لو أنا تجاهلتها يبقى أنا كده هبقى مقصرة في حقي في دور الإعلام اللي حضرتك شايفاه غلطان من الأول. وأنا معاكي، حتى لو كان الإعلام غلط وما وضحش للناس إيه هي الأسعار اللي عليها ضريبة القيمة المضافة ولا لأ، فإحنا بنحاول أهو نصلح الغلطة. يعني بنحاول نقول للناس اولا القانون لسه تم اقراره امبارح، يعني لو في اي شيء هيطبق او يتم العمل بيه المفروض من النهارده، واحنا طلعنا من النهارده الصبح بنقول للناس بعد ما كل الاشاعات دي بتحصل. مع الاسف برضو عايزه اقول لك، يمكن حضرتك ممكن ما بتتاثريش باشاعات الفيسبوك، لكن في ناس كتير جدا بتتاثر بيها، بتتاثر بيها وبتاخدها بمحمل الجد. يعني موضوع اسعار تذاكر المترو ده انا شايفه اكتر من حد امبارح متكلم عليه على الفيسبوك وعلى تويتر، وفي ناس ابتدت تنقل الخبر وتاخده ان هو يعني خلاص من منطقه اللحوم، وبرده جزء منها اكيد ما يخلاش الامر من الاشاعات اللي بتطلع كل سنه قبل العيد، نلاقي عندنا اشاعه متعلقه باللحمه بجودتها. فانا مشرفني النهارده ومنورني في الاستوديو استاذ حسن حافظ رئيس الجمعيه المصريه لمستوردي الماشيه الافريقيه، وكمان احنا معانا الاستاذ الدكتور عبد الرحمن عبد القادر مستشار وزير الثروه الحيوانيه بدوله الصومال الشقيقه. صباح الفل يا دكتور، ارحب بحضرتك الاول، يعني ضيفنا الكريم ومنورنا النهارده في نهار جديد، وكمان برحب بحضرتك استاذ حسن منورنا في نهار جديد. صباح الفل على حضرتك. هبتدي الأول من استعدادات الحكومة. حضرتك عارف إن كل سنة بيجي عيد الأضحى قبلها بنبتدي نسمع كلام كتير جدا على إنه اللحوم والأضاحي مش متوفرة أو متوفرة بسعر عالي جدا ومرتفع، ونبتدي نسمع أرقام فلكية متعلقة بسعر اللحم. تمام، اتفضل. هو حضرتك بالنسبة للحكومة وتدخل الحكومة، الحكومة عملت السنة دي اللي ما اتعملش قبل كده من سنين الحقيقة يقال. من بداية العام مش مرتبطة كمان بالعيد أو بمواسم مختلفة، الحكومة عملت تعاقد كبير مع دولة السودان على 300 ألف راس، ده عقد عملته من سنتين لتوفير كميات حوالي 200 ألف راس من الحيوانات سنويا. تمام. الحكومة في كميات مطروحة في المجمعات الاستهلاكية، مطروحة في المنافس القوات المسلحة، مطروحة في السيارات المتنقلة عملات القوات المسلحة، موجودة في الميادين وفي كل مكان. تمام. ده بالنسبة لدور الحكومة. هو أولا الحكومة مالهاش دور غير إنها تسهل الإجراءات الاستيراد أو إنما الحكومة اتدخلت بشكل شخصي في توفير اللحوم. الحقيقة الكلام ده من بداية العام أو من قبل، يعني من نص العام الماضي. تمام. ده بالنسبة لدور الحكومة. أما بالنسبة للقطاع الخاص لا، مفيش لحمة. القطاع الخاص مالوش أي دور الموسم ده، وده يرجع لعدم توفير الدولار. فيش الا بعض من الشركات القليله جدا اللي هي توفر لها دولار من الدوله، جابت كميات لا تمثل اي حاجه من اللحوم. من اللحوم، وبالتالي يعني لا تمثل، ده اللي يخلي تجار القطاع الخاص لا تمثل 10% من الكميات اللي كانت موجوده في نفس التوقيت من العام الماضي. طيب بس انا هنا عايز استوضح نقطه. تفضل. يعني انا دلوقتي عندي الجزار اللي هو القطاع الخاص اللي ما بيتعاملش مع مجزر مثلا من مجازر الحكومه. تمام. او ما بيتعاملش مع جهه حكوميه، فده طبعا بيجيب اللحمه بتاعته من بره. تمام. او بيجيب المواشي بتاعته من بره وبيتباعها طبعا بمعرفته في السلخانه او في المجزر. تمام. وبالتالي هو ده بقى اللي بيحط السعر اللي على مزاجه بتاع اللحم. والله عايز اقول لحضرتك على حاجه، بغض النظر انا مش مع الجزار، انا معاك الجزار متغالي جدا يعني، انما الحكومه موفره اللحمه اللي بتيجي دي المفروض تتباع كلها في المجمعات الاستهلاكيه وفي المنافس. الحكومه وزاره التموين بتبيعها للجزارين. مفيش مشكله ان الجزار يروح يعني ياخد لحمه من الحكومه. بيروح ياخد لحمه من الحكومه وبينزل يبيعها في المنافس لانها لحمه بلدي. هي الحكومه بتقول له هات لي ما يفيد ان انت عندك منفذ او 50 منفذ او 5 منافس، ودي موضوع بيروح يجيبه من مديريه التموين او من المحليات خطاب، وياخد عليه كميات رهيبه من اللحمه اللي جايه ومدفوع فلوسها من فلوس الشعب، ويبيعها الجزار بره لانها لحمه بلدي.
للاسف ده بيحصل. طب ما هو ده كده واللحمه لما بتتشفى. طب ما هو ده غش. طب ما هو الجزار كده بيغش الناس. طب احنا هنعمل ايه؟ مين في الجهات الرقابيه بقى؟ وللاسف اللحمه محدش يقدر يحدد هويتها وجنسيتها وهي مذبوحه من الا من الاختام اللي موجود عليها. اه صح. انا كمواطن عادي صعب قوي افرق بين نوع اللحم. محدش يقدر ولا تقدري تفرقي بين الختم. انت عايزك تعرفي يعني ايه ختم مستورد وختم محلي؟ صراحه لا. بس 99.9 محدش يعرف موضوع الاختام ده الا اللي هو عنده خلفيه بموضوع اللحوم والاستيراد والذبح وخلافه. طب انا هعمل ايه طب دلوقتي يا فندم اذا كان انا الجزار جه خد لحمه من عند حضرتك بالدعم اللي الدوله عاملاه وبعد كده لقيته بيبيعها في السوق وسعر اللحمه غالي؟ وزاره التموين ما تبيعش الجزار. حضرتك بتطالب ان وزاره التموين ما تديش لحمه للجزارين؟ ما تديش للجزار. طب ما الجزارين دلوقتي هيقوموا علينا يعني. موجوده اللحمه البلدي وموجوده لحمه مستورد بجد، ما هو بيبيعوا غالي. بياخد الرخيص ليه بتاع الشعب؟ ياخد الرخيص ليه اللي هو قوت الشعب زي ما حضرتك بتقول؟ يعني زي اللحمه النهارده وزاره التموين عرضها ب 60 جنيه هي كانت ب 55 لحد فتره قريبه، ياخدها جزار يبيعها النهارده. ما اللحمه لما بتتشفى وتشوفيها في العرض ما تقدريش تحددي هويتها ولا منشاها ايه؟ هو دلوقتي الكيلو اللي نازل بالنسبه للناس يعني اللي هو تبع بقى الحكومه بكام؟ ب 60 جنيه. 60 جنيه تمام. ده كيلو اللحم. كيلو اللحمه ب 60 جنيه عاملاها وزاره التموين والمنافذ ومنافذ القوات المسلحه. يعني ده لو انا عايز اجيب اللحمه اللي حضرتك بتقول عليها دي روح ياخديها الجمعيات أيوة. الاستهلاكيه، وزاره التموين، دمام. منافذ بيع القوات المسلحه، تمام، وزاره الزراعه، منافذ بيع وزاره الزراعه داخله في الموضوع. هي كلها اي منافذ حكوميه، اي منافذ حكوميه هلاقي داخله طبق المنظومه، داخله طبق المنظومه، تمام. الجزار اللي بره ده ما عليهوش رقابه، ما لانه مش دعوه بيه، ومفيش اصل النهارده موضوع الـ 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 الاسعار عرض وطلب، ما هو ما فيش تحديد اسعار. يعني النهارده كمستورد كشركه قطاع خاص الدوله ما عليهاش عليا غير رقابه صحيه فقط، اما موضوع الاسعار هي مش متدخله فيها. ما تعرفش شارب كام، ما تعرفش تكلفتي كام. طب ما انا يا فندم ممكن انا كجزار تجزئه، معلش انا اسفه طولت مع حضرتك في الجزئيه دي. لا 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 اتفضلي خدي. جيت خدت منك كيلو لحمه اللي حضرتك بتبيعه ب 60 جنيه، تمام. انا دي جزئيه مهمه جدا يعني هستوضحها مع حضرتك، بس هروح لدكتور عبد الرحمن. يعني طبعا حضرتك منورنا مره تانية في مصر وفي نهار جديد، ويمكن ابتدينا في السنوات الاخيره نشوف تعاون كبير جدا ما بين مصر والصومال في الجزء المتعلق بتوريد بقى اللحوم والتعاون بقى في مجالات التجاره الخاصه بالثروه الحيوانيه على وجه التحديد. اولا بشكر حضراتكم لإتاحة هذه الفرصه. بالنسبة للتعاون بين الحكومة الصومالية والحكومة المصرية في مجال استيراد الماشية من الصومال، في توجه موجود من قبل الدولتين بتعميق هذا التعاون وإدخال المنتج الصومالي للمستهلك المصري، وتم توقيع بروتوكول تعاون بتوريد 5000 من العجول شهرياً و2000 من الجمال إلى السوق المصري، وتم تنفيذ هذه الاتفاقية حيث بدأت الحكومة الصومالية بتصدير الجمال والعجول إلى الأسواق المصرية وبأسعار منافسة حتى تناسب الدخل المواطن المصري. وأعتقد أنه ممكن الموضوع التعاون ده قابل للزيادة والاستفادة من السوق المصري الكبير، حيث هو سوق واعد وجيد جدا لاستيعاب المواشي الصومالية. وأعتقد أنه الأمور ماشية في اتجاهها الصحيح، وأعتقد أنه سوف تكون النتائج إيجابية بإذن الله. طب دكتور عبد الرحمن احنا برضو عايزين نعرف دولة الصومال، طبعا الدولة الأفريقية الشقيقة، انتاجها قد ايه من رؤوس المشاة كده في السنة، رؤوس المواشي، يعني حجم الانتاج اللي موجود في دولة الصومال؟ طبعا الصومال تعتبر من اغنى البلدان في العالم من حيث المواشي. تقدر مواشي الإبل بحدود 6 إلى 7 مليون رأس. هي تمتلك الصومال نص ثروة الإبل في العالم. نص ثروة الإبل في العالم كله موجود في الصومال. طبعا هالتقسيم يأتي حاجة تسعدنا يعني، اعتبرنا دول أفريقية يعني. أيوة.
هذا التقسيم ياتي بناء على عدد المواشي، تقسيم على عدد السكان. تمام. فعدد السكان الصومالي 12 مليون. نعم. وكذلك في كميه ضخمه من المواشي الاغنام والماعز والعجول. وتعتبر الصومال تقريبا اخر احصائيه لمنظمه الاغذيه والزراعه فاو بال 2015 كان عدد المواشي التي صدرت من الصومال 5 مليون و300 الف راس. وذلك تجاوزت السودان وتجاوزت في عام واحد. لدول الخليج. كانت الاولى لدول الخليج طبعا مستهدف السوق الرئيسي. وده كان ما شاء الله الخليج عمل مشاريع تقريبا تجاوزت نسبه صادرات السودان وتجاوزت نسبه صادرات ايضا استراليا ونيوزيلندا ودول مشهوره. مع انه هذه الدول كانت الاكثر شهره كانت في الانتاج في الانتاج يعني العجول بشكل عام، العجول والاغنام والأغنام. والرقم اللي بيقوله حضرتك ده الرقم ده شامل الاغنام والجمال والجمال رقم شامل لكل المواشي. والعموم السوق الرئيسي كان للحكومه الصوماليه هو سوق الخليج، بس من سنتين في توجه للاستفاده من السوق المصري، حيث السوق المصري يعادل 5 أضعاف السوق الخليجي. تمام. تعداد سكان عندنا رهيب يعني. ففي توجه، لذلك نرجو يعني انه الاتفاقيه بين مصر والسودان تسهل ويتم تسهيل في نقطتين ممكن تساعد في موضوع زياده التوريدات. هي موضوع الدولار المشكله الموجوده. طب انا هتوقف عند الجزئيه دي، بس في نقطه هنستوضحها من استاذ حسن بعد اذنك دكتور عبد الرحمن. وهي برضو ان الناس عايزه تعرف ايه الفرق ما بين اللحوم الصوماليه والسودانيه. يعني انا ممكن انا برضو كمواطن ما بشوفها ساعات، طبعا في سوبر ماركت او محلات جزاره اللي هي الكبيره بلاقيه كاتب هنا تباع اللحوم الصوماليه او السودانيه، انا ما ببقاش عارفه افرق. هو للتوضيح، احنا اول شحنه حيوانات صوماليه تدخل مصر من الابقار من 25 سنه، دي دخلت من اول شحنه السنه دي، اول شحنه السنه من 25 سنه 25 سنه ما كانش عندنا لحمه صومالي خالص، التجاريه ما بين مصر والصومال. تمام. ما كانش عندنا لحمه صومالي، ودي ابتدت تنزل الاسواق من الاسبوع اللي فات بالتحديد. ولسه مش بالكميات اللي نقدر نقول انها متوفره في الاسواق. تمام. انما هي راحت منها جزء للقوات المسلحه وجزء منها نزل الاسواق، انما هي من يوم الاثنين هتبتدي تبقى موجوده في الاسواق. الفرق بين اللحوم السودانيه واللحوم الصوماليه بيختلف في سن الحيوان، في حجم الحيوان، في نوع العلف اللي بياكله. تمام. هو اللي بيحدد طعم اللحم. العجول الصوماليه اصغر سن واصغر حجم، واحنا الحقيقه اتعاملنا معاها، صدرنا علف من مصر للصومال، لان هناك طبعا هي دوله فقيره في الاعلاف. طب هنا بتباع كلها مدبوحه ولا لا؟ مدبوح كلها. مدبوحه. مدبوح يعني انا مش هلاقي مثلا بالنسبه للي باع للاضاحي للاضحيه. لا، الاضحيه احنا طرحين لسكان البحر الاحمر، الغردقه وسفاجه والقصير والمنطقه المحيطه اضحيه، بس الذبح داخل المجزر بيتنقلوا هم يذبحوا جوه المجزر هناك بنفسهم. اما هنا كالقاهره للاسف ما ينفعش اي حيوانات افريقيه بالاجماع، ولا اوروبيه ولا برازيليه، الذبح الحيوانات في المحاجر او المجازر. لكن الاضحيه اللي الناس بتستخدمها دي عليه اللي بقى ان هو يعتمد على على الحيوانات البلدي، على الحيوانات او البلدي. على الابل مسموح انك او الجمال او الجمال. طيب انا هستاذن حضرتك دكتور عبد الرحمن، هستاذن حضرتك استاذ حسن، بس احنا عندنا دلوقتي موجز العاشره وهنستكمل فقراتنا في نهار جديد. اليكي مره اخرى ايه، وبصبح عليكي مع زميله ايه عبد الرحمن. صباح الخير والسعادة عليك يا أسماء وعلى ضيوفك الكرام والسادة المشاهدين، وأهلا بكم في موجز العاشرة. ونبدأ هذا الموجز بالشأن البرلماني، حيث أحال مجلس النواب تقرير لجنة تقصي حقائق. هنا نكمل فقرتنا، وإحنا كنا بنتكلم عن اللحمة، وزي ما قلنا طبعا أن ده الموسم، موسم اللحوم. خليني يعني اجدد الترحيب بضيفنا الكريم اللي منورنا، الاستاذ الدكتور عبد الرحمن عبد القادر، مستشار وزير الثروه الحيوانيه بدوله الصومال الشقيقه. برحب بحضرتك مره ثانيه، وكمان الاستاذ حسن حافظ رئيس الجمعيه المصريه لمستوردي الماشيه الافريقيه. احنا كنا بنتكلم استاذ حسن قبل الفاصل عن فكره الاسعار والاضاحي. حضرتك قلت اللحوم الافريقيه بتتباع
والحمص الصوماليه مدبوحه في المجازر. الحمص الافريقيه والبرازيليه وكل المنشات المستورده بتتباح في المجازر. الصحي حضرتك قلت بتبقى في اماكن محدده اللي هي البحر الاحمر بس. لا، البحر الاحمر وسفاجه، المحاجر والمجازر اللي هي معتمده للحمص المستورده. تمام. في الاسماعيليه وفي بورسعيد وفي سفاجه وفي السويس. تمام. طيب انا هرجع برضو للدكتور عبد الرحمن، احنا كنا بنتكلم على انتاج المواشي والمواشي الصوماليه، وبرضو استفدنا من حضرتك في معلومات كتير قوي. احنا عايزين بس حضرتك تكلمنا شويه عن فكره انه اهميه الاستفاده من الحجم الانتاج اللي موجود ده في افريقيا، وانه يحصل تعاون ما بين مصر والصومال، عن فرق كمان حتى السعر او المكاسب لينا عن الاستعانه بقى بلحوم من الدول الاوروبيه زي ما كان بيحصل في السابق. وحضرتك كمان كنت عايز تتكلم عن الجزئيه المتعلقه بالدولار. اعتقد فرص الاستفاده من الماشي الصوماليه هي فرص كبيره لو قللنا الروتين او التعقيدات من جانب كل الاطراف. واعتقد انه هناك في الثروه الحيوانيه متوفره والطلب المصري كبير وهناك فجوه كبيره. اعتقد في مشكله لها جزئين، موضوع الاشتراطات او الجانب الصحي موجود في الصومال متوفر. اعتقد الشروط الصحيه اللي تطلبها هيئه الخدمات البيطريه الحكومه المصريه اعتقد يعني اكبر شروط، يعني فهمت علي؟ مثلا اكبر شروط شفتوها قبل كده كانت يعني دقيقه جدا، يعني دقيقة غير انها هي شروط ممكن تكون اكثر من الدول الاخرى مثل دول الخليج. وفي نفس الوقت مع هذا انه في لجان حتروح للتاكد من الجانب الصحي. حضرتك يعني كده بتطمنا عشان لو حد بيحاول يشكك؟ ما فيش تشكيك اصلا. الشروط المصريه تعتبر من ادق الشروط الموجوده، يعني فوق انها في شروط دقيقه واكثر من الدول الثانيه. في لجان مصريه بتروح قبل ان تستورد يتم تصدير المواشي من الصومال، تكون موجوده في الصومال للتاكد من هذه الشروط. تمام. يعني وهي بتجيلنا من الـ من الـ من دوله الصومال حيه بتجي حيه طبعا. تمام. عشان فده الجانب ده ممكن يعني تيسير او ممكن الاطراف الصوماليه تتناقش فيه. وفي جانب وسائل النقل، حيث وسائل النقل غير متوفرة، الخط النقل البحري بين مصر والصومال مش كتير، فتسهيل الموضوع ده وعمل رصيف خاص بالمواشي الصومالي ده برضو يشجع التجار الصوماليين أن يوردوا المواشي للصومال. فأنا أتمنى الجانب الصومالي يخصص رصيف خاص في قناة السويس أو في السويس أو في الجانب المصري. من الجانب المصري يخصص، من الجانب المصري يتم تخصيص رصيف في الميناء خاص بالجانب الصومالي ومتعلق بالجزء بتاع المواشي حتى نقدر نستطيع ان يكون في صادرات كبيره وضخمه للمصر. وفي نفس الموضوع التعاملات الماليه والاعتمادات تتيسر، فهمت علي؟ فالموضوع ده برضو الاختلافات دي بتاثر على التاجر الصومالي والتاجر المصري في نفس الوقت. احنا اخذنا ان الصومال قد ايه السنه دي؟ انا لسه اول شحنه جت 1000 راس فقط، دي أول شحنة تجريبية حصلت. دي أول شحنة؟ دي أول شحنة من 25 سنة. من 25 سنة. يعني. لكن إن شاء الله بعد العيد هيبقى في شحنات متواصلة بشكل منتظم. أنا بس تعليقا على الكلام اللي بيقوله الدكتور عبد الرحمن، هو في وفد صومالي موجود هنا حضرتك، وبعد والبنوك الصومالية إحنا تم اتفاق عشان نحل مشكلة الدولار. وإحنا لما رحنا الصومال لقينا إن في هو شعب مستهلك بشكل غير طبيعي حضرتك، كل استيراده من المنتجات المواد الغذائيه مواد البناء ويعني بشكل كبير من دبي او مسلطات عمان او من تركيا. فجت لنا احنا الحقيقه الفكره ان احنا ليه ما نراكش المنتجات بتاعتنا هنا؟ فعملنا اتفاقيه ما بين، يعني يحصل تبادل تجاري ما بين مصر، ووقعنا الاتفاقيه دي امبارح حضرتك. ايه ده؟ طب ده ما بين يعني الشركات، يعني مبروك على مصر والصومال. يعني وقعنا اتفاقيه ب 150 مليون دولار مع الجانب الصومالي، الشركه عندنا والجانب الصومالي وبعض شركات مصريه اللي هي منتجه المواد الغذائيه ومواد البناء وخلافه. فتم الاتفاق توقيع الاتفاق مع بنك القاهره، وجات البنوك الصوماليه حضرت التوقيع عشان الموضوع البروتوكول ما بين البنوك والشركات الصوماليه. هم موجودين الحقيقه، وكنا بنفكر ان احنا ندعوهم بس هم وقتهم ضيق، سفرهم النهارده الحمد لله. دي لتبادل تجاري، ترويج المنتجات المصريه، وبنستورد مكانها حيوانات حيه من هناك. دي الحقيقه هتساعدنا كتير في ان احنا نقدر نوفر اكبر كميات.
ما نخشش في قصه الدولار وارتفاع الاسعار والكلام ده حضرتك. يحصل تبادل تجاري وتبادل منفعه ما بين البلدين. ما بين البلدين ايه؟ مقايده. طيب ده حد ذاته شيء كويس، على الاقل هنطلع بره الدولار يعني. اه ان شاء الله باذن الله، ودي هيتم تفعيلها من بعد يعني ان شاء الله بعد العيد على طول مباشره باذن الله ان شاء الله. الجانب الموضوع اللي بيتكلم عليه الدكتور، الامارات مخصصه مكان في المواني بتاعتها والرصيف خاص بالبواخر الصوماليه اللي هي بيسموها السنبوك، الصنادل دي، وسائل النقل البسيطه زي اللي احنا كنا بنشوفه في نهر النيل بالظبط كده. اه بس هي طبعا على شكل اكبر، طبعا على اكبر. دي لنقل البضائع والمواشي والحيوانات. والحقيقه هم كان الصومال عندهم مشاكل في الشهادات الخاصه بالتراخيص بتاعه البخر دي، فالحقيقه الامارات خدت خطوه جميله قوي في ان خصصت لهم المكان ده. كانهم داخلين وخارجين من الصومال براحتهم، حريه التنقل بفلوسهم. احنا حلينا المشكله دي بالتوقيع البنوك امبارح، موضوع تحويل العمله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. فهم بيأملوا ان يتخصص رصيف في مصر يبقى خاص بالسنبوك ده، والسنبوك ده هيساعد على الحركه التجاريه ما بين. طب كده خلاص احنا نودي منتجات من عندنا من مصر ونستقبل منتجات من الصومال. لكن انا كنت كمان عايز اعرف راي حضرتك دكتور عبد الرحمن، يمكن 25 سنه انه حتى يعني الاشقاء في القاره الافريقيه السمراء ما يستفيدوش من موارد بعض وما يستفيدوش من تبادل المنفعه بينهم وبين بعض، واللي بيحصل انه بيكون الاقتصاد في افريقيا هو الاكثر تاثرا، او يعني بكلم حضرتك بمنتهى الصراحه يعني باعتبارنا شعوب قاره واحده بنسكن في نفس هذه القاره، وانه دايما كان يحصل تدافع من يعني من الدول سواء بقى خارج افريقيا او يجي من يعني من داخل افريقيا الى الخارج والعكس. يعني حضرتك بتشوف 25 سنه يعني دي كانت فتره طويله جدا يعني انا توقف فيها التعامل ما بين مصر والصومال. ما انا معاك في هالموضوع، والموضوع ده ممكن اعتباره جريمه مضاعفه او جريمه من جانبين. الصومال يتمتع بثروه ضخمه جدا ودوله قريبه لمصر، وفي نفس الوقت يستطيع ان يغطي كل هذا وما تم هالموضوع. اعتقد الموضوع انه كان موضوع ممكن انا اسميه او نوع من التقصير. طبعا كان هناك في نقص او ممكن عدم توفر بعض الشروطات الصحيه، ممكن كانت الحجج التي يحتج بها الطرف المصري، لانه كان في توقيف من الجانب المصري انه بعدم استيراد كان مشكله حمى الوادي المتصدع الاوبئه بشكل عام. فهمت علي؟ فدي الاشتراطات اللي كانت موجوده، الحاله الوبائيه الصحيه البيطريه في الصومال ما كانت ضمن الستاندر العالمي حسب ما يدعي او حسب ما ذكر الجانب المصري. والصومال بتقوم بالتوريد لدول الخليج للامارات بقالهم كم سنه؟ من ما توقفت يعني، في فتره توقفت لكن دائما كان موجود المواشي الصوماليه، ودي تقريبا الان الحمد لله الاخوه المصريين الاشقاء المصريين والجانب الصومالي تفهم هذا الموضوع، وتم توقيع اتفاقيه قبل سنتين مع وزاره الزراعه والثروه الحيوانيه بموضوع تصدير المواشي، وتم رفع هذا الحظر وتم تطبيقه، والجانب المصري له توجهات استراتيجيه للجانب الصومالي. واعتقد الموضوع التاريخ التبادل التجاري بين مصر والصومال في كل المجالات هو موضوع تاريخي ضارب جذوره في التاريخ من ايام الفراعنه موجود، وحتى ايام دوله مصر الحديثه. فاعتقد الان انه الخطوط رجعت الى مكانها الصحيح على المسار الطبيعي، المسار الطبيعي، واعتقد انه الصومال ومصر سوف تشهد تعاون اقتصادي كبير جدا. حضرتك بتشوف كمان انه يعني تطوير العلاقات كمان يعني ما بين الدول الافريقيه وبعضها خصوصا في يعني في العامين يعني في اخر العامين، اعتقد انه بقى في تطور جامد جدا في يعني تطور. حتى في اجيال لم تعهدوا من قبل يعني. اعتقد في توجه افريقي لمصر الدول الافريقيه، وده اعتقد انه استراتيجيه حلوه بكم حكم الجوار، وده وفي نفس الوقت التوجه العالمي كله لافريقيا يعني المواد الخام والثروات الطبيعيه طبعا. مش مستغله يعني في افريقيا، الخير كله موجود في افريقيا، كل ما هنالك بدنا موضوع انه عقليه متطوره متقدمه شفافه تتعامل مع الجوانب بتقديم التسهيلات كلها، يكون كل شيء واضح، ما يكون هناك تعقيد بلا معنى. اعتقد التجاره حتنشط والامور كلها حتتحسن ان شاء الله. ان شاء الله. حضرتك كنت عايز تعقب تعقيبا على وقف الاستيراد الفتره 25 سنه، في الفتره دي كانت الصومال مش مهيئه
كمحاجر بيطريه او كمعامل فحص الحيوانات. انما في اخر 4-5 سنوات الحقيقه الشركات الخليجيه والحكومه الامارات بالتحديد دخلت وعملت في الصومال اكبر محاجر بيطريه موجوده في العالم. في العالم حضرتك اهو بيقولوا يعني في تقريبا حصل طفره في الموضوع. شركات خليجيه سعوديه اماراتيه عاملين اكبر 5 محاجر بيطريه في العالم موجوده في اقليم سومالي لاند واقليم بونت لاند ومقديشيو. تمام. دي محاجر ومعامل ومعتمده من منظمه الصحه العالميه. فدي ساعدتنا هنا في مصر الحقيقه ان احنا نفتح باب التعاون مع الصومال زي ما حصل مع اثيوبيا في السابق زي ما حصل مع السودان في السابق. لكن احنا اللي يهمنا انه الرساله اللي توصل للمشاهد النهارده ان اللحوم الصوماليه متوفره. مصر بتقوم يعني حتى اهو مش بشهادتنا بشهاده يعني الـ 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 يعني الموردين الدوله اللي هي اللي بتجيب لنا المصدر. احنا المواشي انه مصر يعني لدرجه ان هو بيصفوه ان الامور الطبيه المتعلقه بالكشف على المواشي اكثر تعقيدا اكثر شروط معقده من اي دوله تانية هم اتعاملوا معاها. وبالتالي اللحوم الصوماليه لحوم امنه وانتوا هتلاقوها مذبوحه في منافذ بيع سواء بقى منافذ بيع تابعه لوزاره التموين او وزاره الزراعه او القوات المسلحه الاماكن الحكوميه ودي هتلاقوا سعرها 60 جنيه طبعا. اللي هيحصل لهم طبعا عارفين تلعبوا الاخر اللي ممكن يتم من الجزارين ودي مالهاش علاقه بالاضاحي عشان احنا بس وقتنا. اتفضل. الختم البنفسجي ده ختم المستورد. الختم البنفسجي ده طب ده معلومه المستورد. مهمه جدا. والختم الاحمر ايوه ده ختم الحيوان اللي هي البلدي. البلدي راعي الختم وبص على الختم كويس وبص على التاريخ كويس عشان ما اروحش اشتري من الجزار واعرف اسم المجزر كويس. كل ده موجود على الختم. طيب. عشان حقك ما يروحش. تمام. ده معلومه مهمه قوي لكل مستهلك يراعي. لازم نتعلم. لازم المواطن لازم حضرتك تدور كاعلام عليكم التوجه. ما احنا والله بنساعد اهو. انا بقول للمواطن راعي الختم البنفسجي ده ختم اللحمه المستورده. وعلى فكره اللحمه المستورده لحمه جيده جدا كلها وانت مطمئن. سيبك من الشائعات وسيبك من الكلام اللي بيقال. تمام. وفرق كمان 40 جنيه في الكيلو يعني. في ملاحظه بسيطه. اتفضل قطع الكلام. اتفضل سريعا يا حاج حسن. بالنسبه للحم الصومالي غير الموضوع انه هو امن صحيا انا ادعو الجميع اللحم الصومالي اورجانيك عضوي يعني يتعلف بشكل طبيعي. حضرتك بتقول العلاف كمان من مصر العلاف موجوده من مصر وفيها النكهه المصريه وغير كذا يتعلف بشكل طبيعي في الصومال فهو اورجانيك فطعمته اعتقد انا ارجو كله انه يوصل فرصه انه يدخل كل البيوت المصريه. وفي فكرة استراتيجية شغالين فيها انه نعمل محجر خاص. انا عن نفسي هنزل اجربها. انا بعد اذنك انا يا دكتور. انا ادعو الحاج حسن يتبرع. انا عجل واحد لقناة النهار. لا ربنا يخليك ميرسي. لا احنا هننزل طبعا نشتريها ونجربها عشان كمان نقول للسادة المشاهدين. انا يعني ببلغ حضرتك ان انا سعيدة جدا. شكرا. على يعني على حجم التعاون ما بين الصومال ومصر والمفروض انه يعني اشقائنا جميعا في القارة الافريقية يستفيدوا من بعض والثروات اللي موجودة عندنا لان احنا من اغنى القارات في العالم من حيث الثروات الطبيعية. الحمد لله رب العالمين. بشكر حضرتك ضيف الكريم اللي نورني الاستاذ دكتور عبد الرحمن عبد القادر مستشار وزير الثروة الحيوانية بدولة الصومال الشقيقة. نورتنا. شكرا. في نهار جديد ومزيد بقى من التعاون والتبادل التجاري ما بين مصر والصومال. بشكر ايضا ضيف الكريم اللي نورني الاستاذ حسن حافظ رئيس الجمعية المصرية لمستوردي المشاريع الافريقية. نورتنا. بشكر حضرتك على الايضاح. مشاهدينا زي ما استاذ حسن وضح ده مهم جدا. اولا احنا عندنا بناكد تاني اللحمة الصومالية لحمة آمنة جدا. مصر بتراعي ادق التفاصيل الطبيه والحجر الطبي اللي احنا نبقى متاكدين من سلامه اللحمه. سعرها 60 جنيه الختم بتاعها هتلاقوه باللون البنفسجي ده تعرف ان دي لحمه مستورده عشان لو الجزار اخدها وباعها على انها لحمه بلدي ودالك السعر ب 90 جنيه ولا ب 100 جنيه تبقى انت عارف وخليك ناصح وتقدر تجيب بيانات المجزر من الختم. الختم الاحمر هو الخاص باللحوم البلديه. وكل سنه وانتم طيبين. نهاركم نهار جديد. اشوفكم على خير. تحياتي لكم اسماء مصطفى. بعد الفاصل هيكمل معاكم نهار جديد زميلي خالد عريش.